هلو جايز، كيفكم؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. طبعا زي ما وعدتكم في الفيديو السابق اني بوريكم او اخذكم في جوله في السياره. طبعا السياره يا جماعه وصلت في الجراج، بس الاولاد ما يعرفون انها وصلت. ونوعيه السياره ترى نوعيه يابانيه، انتم اقترحتوها واهلي ايضا اقترحوها وناس كثير نعرفهم اقترحوا علينا السيارات اليابانيه لانها ريلايبل ولانها قطعها متوفره وارخص وكل شيء جميل في الموضوع. ف ديميتري شاف السياره وعجبته ووراني هي، قلت له اوكي مره حلوه. انا بالنسبه لي صراحه عجبتني. انتوا اكتبوا لي بعد ما تشوفوا الفيديو، اكتبوا لي رايكم في السياره اذا عجبتكم او لا. الاولاد ما يعرفون انه السياره في الجراج لانه جبناها وهم في المدرسه. فالان راح اطلع السياره من الجراج عشان اشوف كذا ردت فعلهم مضبوط. الاول ما قدرت لانه الجو ما اعرف كيف متقلب، والله العظيم جالس ينزل سنو شويه وشويه يوقف شويه ما ادري ايش. عموما اللي مو مشترك اعمل سبسكرايب وفعل الجرس ويلا ليتس جو. طبعا عشان نبداها نضغط على ستارت. اول فيديو في سياره جديده ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، جدا سموث. للاسف حنطلعها للسنو بس عشان الاولاد يشوفونها. خلونا نروح اجيب الاولاد وارجع لكم. Hi Julia, come on. You're ready. We can leave the water here. Mama, I put too much on me. The lipstick, chopstick? It's okay. It's good for your lip. لأنه شفتها مفقوعة كذا فقاعدة تحط مرطب الشفايف. All right. Close your eyes. Give me your hand. Give me your hand, Adam. Okay. حنزل جوليا في الأول. Close your and keep your eyes closed. I'm holding you. Hold on, Adam. Don't walk, please. Okay, okay, stay here. Stay here. Don't open your eyes. Give me your hand. Good, good. Okay, all right. Come here, come here, Julia. Okay, one, two, three. Open your eyes. We got it when you were at school. Did you like it? Yes. Do you guys want us to go make a food video on this car? No. وهذه هي السيارة يا جماعة. بسم الله نبدأ. وهنا عندكم مكان لشحن الجوالات. بالنسبة للقائد أو الراكب الرئيسي، طبعا شوفوا كيف رفعت الكرسي، ماي جاد. بس حلوة، عجبتني تفصيلهم إنه فيها تريمز كذا رصاصية. حلو حلو البيج مع الرصاصي. هذا مكان تعديل الكرسي. واسم السيارة QX50 Lux، يعني من Luxury. المقاعد حقتها جدا طرية ومريحة جدا في السواقة. هنا هذا دراكسون، فيها البتنس المختصة بالراديو بالرد على الاتصالات أو تبي تعطوا كمانز. طيب نجي مع بعض نشوف المفتاح. فيها هذا الأزارير، واحد لإصدار الصوت عشان السيارة إذا ضيعتوها مثلا في مواقف متعارفين فين سيارتكم، هذا يظهر صوت. هذا الفتح الشنطة، وهذا الفتح أبواب السيارة، وهذا القفل الأبواب، وهنا هذا الإيش؟ start in the car. فحنضغط على البريك عشان نبدأ السيارة. في هنا الزر عشان تبدأ تشتغل السيارة. وأوريكم هنا في السيارة 57 miles. هذا الناس اللي جربوا السيارة test driving. Welcome guest. عندنا الجي بي اس هنا، وعندنا هنا الراديو، شغلات ثانية، تكييف، وعندنا تدفئة للكراسي للمقاعد. وفيها هنا يو اس بيز، تقفلوا هذا تفتحوه، محل الاكواب هولدر. هذا للجي بي اس تحكم، شوفوا معايا. اوكي طيب هنا الشنطة هذه او الخزانة مرة كبيرة. اوكي سوري،
هذه هي السيارة من جوا. أحلى فيتشر عجبتني في السيارة خاصية المحادثة في التليفون والروف هذا المفتوح، مرة حب الضوء، تعرفوني أنا والشبابيك في زحمة. مرة وسيعة، في مساحة هنا بين المقاعد الخلفية والأمامية، مساحة تقدروا تسحبوا هذا، شوفوا في زي الحديدة كذا، تسحبوا الكرسي تقدموا، أوكي؟ إذا تبغوا مثلا مساحة زيادة في الشنطة ورا، إذا تبغوا ترجعوا بس ترفعوا هذا الذراع، ارفعوا على فوق ودفوا الكرسي باك. That's it. Very easy. مرة سهلة وسلسة. واو. شوفوا شعري طال. صرت اربط واحد. طيب خليني اوريكم الشنطة. انفتحت الشنطة، شوفوها. هذه هي الشنطة. مرة وسيعة. وفي هنا شيء تفتحوه، خزانة أيضا داخلية. راح نستكشف هذا الأكياس، ما أدري إيش فيها، معدات. يعني صراحة الشنطة تشيل، مفتاح، هذا هو زر داخل الشنطة، وسكشن يعني شفط، عملية شفط. وزي ما شفتوا فيها اليو اس بيز بالأمام وفي الخلف أيضا، ومحل كذا حلو. Dimitri رسل لي واتساب. I'll need to access your WhatsApp data to do this. Okay, yes. Dimitri sent an image. Said photo. Omri, this girl will be coming to pick up the bouncer. And for $100. Would you like to reply? Yes. What do you want to say? Okay. What time? Your WhatsApp reply to Dimitri says okay. What time? Ready to send it? Yes. Okay, it's sent. واو رهيبة والله، رهيبة السيارة هذه. طبعا زي ما انتم عارفين الحين جالسين نبيع العاب الاولاد، الباونسر شايفين حنحصل على $100. فالامريكان هنا ترى يشترون اي شيء، اي شيء بارخص من السوق مرة، يعني ما تشيلوا هم. الروف هنا نسيت اوريكم. هذه حقت السكاي روف، الأزارير حقت فتحة وقفلها، وهذه زرير الضوء، وفيها زر الـ SOS Save Our Souls. للي مش عارف هذا رمز إيش، إذا حسيت أنكم في خطر تضغطوا على هذا الزر وشرطة تعمل لوكيشن لسيارتكم. عندكم أيضا هنا لمبات حلوة في الجوانب هنا وهنا، إذا كانت مثلا في سيارة جدا قريبة منكم هذا ينور. ففي هذه السيارة خاصية تدفئة الكراسي أو المقاعد، وأيضا السيارة فيها لمبات من تحت كذا من الجوانب، عشان في الليل مثلا جيتوا بتركبوا السيارة ما تتكعبلوا. طيب وهنا الشنطة، ما أدري إيش يسمونها، هو الشنطة دولاب كذا، حاطين فيها، شوفوا سعر السيارة للناس اللي عندهم فضول بيعرفوا سعر السيارة كم. Let me see. I'll show you. I will show you. هذا هو سعر السيارة، 46,795. بس مع التاكس وما أدري إيش وكل شيء، سعر السيارة وصل 50,000. أوكي؟ طيب يا جماعة راح أخذكم دحين بجولة، بس نجرب السيارة سوا. Wow. Very nice. Very smooth. سيارة مارينا. يعني هذه أول مرة أنا أسوقها. أنا كنت مع ديميتري هنا في المقعد الباسنجر سيت، وأحس أنها مرة مريحة السيارة، بس ما سكتها إلا اليوم. يعني أحس كأني أسوق في على موية، على بحر كذا، يعني ما تحسون بشيء، تحسون سلاسة في الموضوع. عموما جايز، هذا هو فيديونا لليوم، إن شاء الله أنكم استمتعتوا معنا وعجبتكم السيارة، وقولوا لي رأيكم بالله في الكومنتس. حقيقي أخذنا برأيكم أنه نشتري سيارة يابانية، وأيضا أهلي ما قصروا أيضا في آرائهم. وبس والله، واللي مو مشترك بليز اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس، وإن شاء الله نشوفكم في فيديو قادم.